مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. في الدقائق القليلة القادمة سنعرض لكم 10 فتيات يصعب تصديق وجودهن، فإذا كنت تريد معرفة التفاصيل تابع الفيديو إلى النهاية، ولا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك في الفيديو وأن تشترك في القناة. كاثي يونغ. دخلت كاثي يونغ موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أنحف خصر في العالم، حيث يبلغ محيط خصرها 15 إنشا فقط. وأطلق على كاثي التي تبلغ من العمر 70 عاما لقب سوبر رقيقة للنحافة الشديدة التي يتمتع بها خصرها، رغم أنها جدة لعدد كبير من الأحفاد وتتمتع بصحة جيدة للغاية، حيث يمكنها القيام بالواجبات المنزلية دون صعوبة. هذا الخصر النحيف هو نتاج 25 عاما من ربط الخصر بمشد خاص، فكاثي لا تخلع مشدها أبدا إلا في وقت الاستحمام لتعاود بعدها لبسه. ليزي فيلاسكيز. ليزي فيلاسكيز البالغة من العمر حاليا 27 عاما، فتاة أمريكية من ولاية تكساس، ولدت بمتلازمة بروجيرويد، وهو اضطراب وراثي نادر يجعل المصابين به يظهرون أكبر بكثير من عمرهم الحقيقي، كما أن له تأثير على عضلات الدماغ، القلب والعينين وحتى العظام، وأيضا يمنع اكتساب الوزن، الأمر الذي كان يعرض فيلاسكيز للسخرية منذ نعومة أظافرها. إيلا هاربر. ولدت إيلا هاربر في الخامس من يناير من عام 1870 بمدينة هاندرسونفيل بولاية تينسي الأمريكية لأب مزارع يدعى ويليام هاربر، يعمل في تربية الماشية، وأم تدعى مينيرفا آن تشيلدرز تعمل كمربية أطفال لتكن الإبن الرابع والأخير لهم. ورغم أن جميع أشقائها ولدوا بصحة جيدة، إلا أنها ولدت بمرض نادر يطلق عليه تقوس الجينات الخلقي والمعروف باسم ركبة منحنية، وعانت إلا من هذه الحالة المرضية النادرة التي اكتشف الأطباء إصابتها بها فور ولادتها، وسببت لها هذه الحالة تشوها خلقيا في مفصل الركبة يجعلها تنحني للخلف، فأثناء سيرها كانت ركبتها تنحنيان إلى الوراء بدلا من الأمام، وهو ما أجبرها على السير على أطرافها الأربعة، وهو ما يجعل مظهرها يبدو غريبا وغير مألوف، لتبدأ معها معاناتها في مواجهة كل من ينظر إليها بتعجب. وبعد تفكير طويل وجدت إلا أن الحل لجني المال يكمن في مرضها النادر واختلاف مظهرها، فمع أواخر القرن الثامن عشر انتشرت في أمريكا ثقافة عروض غريب الأطوار، والتي يقدم خلالها المشاركون للجمهور عروضا غريبة وغير مألوفة لتكون إلا واحدة من هذه العروض، فمن يمكنه السير على أقدامه الأربعة ليكون هذا العرض كافي للفت أنظار أصحاب دور السيرك لها ولمرضها النادر الذي استغلوه كسلعة تحقق لهم مكاسب أكبر لدور السيرك من خلال جذب مزيد من الناس، ليكون أول عروضها مع إتمامها عامها الثاني عشر ليكتشفها دبليو إتش هاريس مالك سيرك نيكل بلايت أحد أشهر دور السيرك في أمريكا، ليستغلها لتكون نجمة عروضه القادمة. جوزيفين ميرتل. ولدت جوزيفين ميرتل كوربن في ولاية تكساس أو ولاية تينيسي في عام 1868 بتشوه خلقي أدى إلى نمو أطراف سفلية إضافة لتوأم لم يكتمل نموه. كانت ساقيها القصيرتين ضعيفتين ولم تتمكن من الوقوف عليهما، ولكنها كانت تحركهما باستمرار، وكانت قدمها اليمنى مقوسة. وفي الواقع فإن المرأة ذات الأرجل الأربعة لا تمتلك سوى رجل واحدة سليمة. كانت امرأة جميلة ببشرتها الفاتحة وشعرها الأحمر وعيونها الزرقاء،
تتمتع بذكاء حاذق وشخصية محبوبة. وسرعان ما أدرك والد جوزيفين بأن تشوه ابنتهما الخلقي قد يدر لهما الربح الكثير، فدفعها للانضمام في مجال العروض الترفيهية وهي في سن 13. جوزيفين أبهرت الجمهور بأقدامها الأربعة ولقبت بالفتاة التي تسير على أربعة أقدام. كانت جوزيفين تجني $450 للأسبوع الواحد، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، ولكنها مع ذلك تقاعدت في سن 18. فيكتوريا رايت. فيكتوريا رايت فتاة بريطانية تعاني من مرض وراثي يدعى الملائكية أو ورم زوايا الفك، وهو عبارة عن مرض وراثي نادر يسبب بروز النصف السفلي من الوجه. واسم المرض مشتق من المظهر ذو الخدين الممتلئين المشابه بالمظهر مع الملائكة المذكورة قديما. إن الملائكية هي نمو شاذ نادر من العظم مورث كصفة جسمية سائدة، تصيب الذكور أكثر من الإناث بمرتين تقريبا، ويتعلق التعبير الوصفي للملائكة بالمظهر السريري الغير الطبيعي والتشوه الوجهي للمصابين بهذا المرض. ويمكن أن تسمى بمجموعة من المرادفات مثل المرض العائلي الكيسي متعدد الحجر للفكين، والذي أطلق على أساس المظهر الشعاعي للملائكية. أما الآفة نفسها فهي ليست آفة كيسية. جيريس ماجدرا ولدت في الولايات المتحدة بالفعل في عام 1888 مع تشوه فظيع في وجه الفتاة بسبب مرض نادر وهو متلازمة ستيرغوابرا، وهو مرض ليس وراثيا ولكنه ينشأ بسبب انتهاك النمو الطبيعي للجنين في عمر 36. وفي عام 1935 فازت جيريس في مسابقة أبشع امرأة، وبعد ذلك أصبحت تجول في جميع أنحاء البلاد، وقبل الخروج للجمهور كانت تسد أذنيها حتى لا تسمع الخطاب المهين لتقديمها. روزالي برادفورد. اعتمادا على موسوعة جينيس الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، فإن أسمن امرأة في العالم تم تسجيلها كرقم قياسي عالمي كانت روزالي برادفورد التي وصل وزنها إلى 544 كيلوغراما. روزالي امرأة من هاتفيلد في بنسلفانيا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولدت في 27 من أغسطس من عام 1943، ثم توفيت في عام 2006 في فلوريدا. وقد أطلق عليها مجموعة من الألقاب مثل أوديشوك، إضافة إلى لقب نصف الطن البشري. أدريانا لويس. تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأدريانا لويس صاحبة أطول لسان في العالم، ونشرت صحيفة ميرو البريطانية صورا للمراهقة ابنة 18 عاما وهي تقوم بمد لسانها الذي يبلغ طوله 4 إنشات ليلامس أنفها وصولا لحدود عينيها. وأوضحت أدريانا أنها ورثت طول لسانها من والدتها وجدتها وجدها، موضحة أنها منذ صغرها تقوم بمده خارج فمها مما أدى لزيادة طوله. وأشارت لويس المقيمة بميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتواصل مع موسوعة جينيس لتسجيل اسمها كصاحبة أطول لسان في العالم بعد هزيمتها لنيك ستولبرل الحاصل على اللقب بلسان طوله 3.9 إنش. جوليا جونتيل. ولدت جوليا في عام 1984 في نابرجيني تشيلني في روسيا، وجسد الفتاة بلاستيكي بشكل استثنائي وهي قادرة على وضعه في الوضع الأكثر تعقيدا. وقد لاحظت المعلمة غالينا بافلوفا قدرتها الجسدية وأن جوليا مختلفة عن باقي الأطفال. وفي سن الرابعة بدأت جوليا ممارسة الجمباز. من سن السادسة بدأت الفتاة في الدراسة في استوديو سيرك في قصر الثقافة،
وفي سن الثامنة بدأت في تطوير موهبتها في مدرسة السيرك. وعندما بلغت جوليا جونتل 10 سنوات غنت لأول مرة على خشبة المسرح على شكل فتاة الثعبان. وفي سن 16 انتقلت إلى ألمانيا حيث تعيش حتى يومنا هذا في مدينة لايبزيغ. كاسيدي أوبر فتاة 20 أمريكية ولدت بحالة صحية نادرة من دون أنف وأعين، فهذه الفتاة تستطيع استنشاق الأكسجين لكن ليس بإمكانها أن تشم الروائح. قد ولدت كاسيدي في تشارلوت في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1996. لغاية اليوم الأطباء ليسوا قادرين على أن يقولوا لماذا ولدت كاسيدي بدون أنف وأعين. المرأة الفولاذية، دعنا ننهي مع هذه الفتاة الملقبة بامرأة فولاذية التي تتمتع بقوة خارقة تم إدراجها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكنت من حمل 30 كيلوغراما لمدة 5 ثوان بأذنيها، ولاحقا تمكنت من سحب شاحنة عن طريق ربطها بشعرها، كما قامت بسحب السيارة بفكيها. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.